إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الرحمن البسيوني. اللهم إنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد في الأولين، وأن تصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وأن تصلي على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صلي على خير من صلى وصام وحج واعتمر، النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله الكرام الطيبين البررة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نحييكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر اليوم 26 من شهر رمضان المبارك. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب السيدة الكريمة الطاهرة عقيلة بني هاشم، حبيبة أهل مصر، السيدة زينب رضي الله عنها. هي بنت من؟ هي أخت من؟ بنت الكرام وجدها خير الأنام. يا رب بهم وبجدهم عجل بالنصر وبالفرج. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فصدق الحق تبارك وتعالى حين وصف رمضان في محكم آياته بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وهو حقا أيام معدودات، والمعدود له أول وله آخر، ورمضان ما إن نبدأ العد حتى ينتهي لا نقدر ولا نقوى على متابعة سرعته التي تزداد عاما بعد الآخر. أيها الأحبة الكرام، نحن في بداية اليوم 26 نودع معا شهر رمضان المبارك، وإذا كنا ندمنا على ما فاتنا في الأيام 25، وإذا كان ذهب المعظم، فيا قومي الباقي ذهب. إذا كان المعظم قد ذهب، يا قومي فالباقي ذهب، بل إنه أغلى، ففيه أعز ما ربي وهب. القدر والعشر الأخيرة والجوائز والرتب، وقوافل العتقاء في مسك الختام المحتسب. يا ربي هبنا منك أفضل ما ينال ويكتسب، العتق والرضوان والتقوى وتفريج الكرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما تبقى من شهر رمضان المبارك لما يحب ويرضى،
لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. علينا أن نستغل ما بقي من هذا الشهر الكريم، فلو لم تبق إلا ساعة واحدة من هذا الشهر كان لله تبارك وتعالى فيها عتقاء من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. أيها الأحبة الكرام، خير ما نبدأ به صلاة فجر هذا اليوم القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب والسقف المرفوع.
والسقف المرفوع والبحر المسجور العذاب ربك العاقع ما له يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون تقيد في جنات ونعيم فاكهين بما ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم
كأسا يتنازعون فيها كأسا لا صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. في مستهل نقلنا لصلاة الفجر فجر 26 من شهر رمضان المبارك أيها الأحبة الكرام، وحين وصف الله تبارك وتعالى رمضان ومدحه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أرأيتم كيف يرتبط رمضان بالقرآن؟ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. أيها الأحبة الكرام، الحق تبارك وتعالى لم ولن يغلق بابه في وجه أحد. إن الله يفتح بابه بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبالليل ليتوب مسيء النهار. فباب الحق تبارك وتعالى مفتوح في كل وقت وحين. والمعلوم أيها الأحبة أن من طرق الباب كما تقول الحكمة، من طرق الباب ولج، يعني دخل. وطرق باب الحق تبارك وتعالى بالدعاء والتوجه إليه بالنية الصادقة الصالحة. أما عن الدعاء فهو مخ العبادة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني الله يحب أن يسأل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يداه إليه أن يردهما صفرا خاليتين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا معا في هذه الأيام المباركة من هذا المكان المبارك الطاهر وفي هذه الساعة المباركة أن نطرق باب الحق تبارك وتعالى، باب الغفور الرحيم، راجين رحمته ومغفرته. في هذه الدقائق وحتى يحين موعد صلاة الفجر في 3:07 نبقى مع الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.
لا تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وزكاتنا وبلغنا ليلة القدر يا رب. إذا بكت شهر الصوم أولى بالبكاء يا رب. شفع في الصيام والصلاة والقيام واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا واهد بنا يا رب. يا شهر يا أجمل أيام العمر يا شهر الصوم لما تجري يا شهر البركة والخير.
حقوقي بالنور يذكرنا ببدر البدر تدور بالنور يذكرنا ببدر ويعيد لنا ذكرى عبور والفتح وقد جاء يا شهر صيام بالأركان يا شهر صيام بالأركان وقيام مع نور القرآن يا شهر التوبة والغفران يا شهر العتق من النيران يا شهر التوبة والغفران يا شهر البر مع الإحسان يا شهر العفو من المنان يا شهر العفو من المنان يا شهر العتق من اللهم أعتق رقابنا اللهم تقبل ختمنا لكتابك العزيز واجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا شهر التواصل والتراحم يا شهر التعاطف والتلاحم يا شهر التواصل والتراحم يا شهر التعاطف والتلاحم إنا ننتظرك طول العام كي نرقى كي نحظى كي نرقى بصلاة وصيام لا تجري حتى تسعدنا بالخير وليتنا
لك لنداء بلغ عبادك صومهم وأنل ثوابك ربنا وعطاك يا صل على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله وعلى صحابته الكرام وعلى صحابته الكرام بجمعهم والتابعين العاملين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
والصلاة خير من النوم. الصلاة لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، إذانا بميلاد فجر جديد وصوم يوم جديد، 26 من شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه وفيما بقي من شهر رمضان إلى ما يحب ويرضى. أيها الأحبة الكرام، رمضان هو شهر المتاجرة والاستثمار مع الله تبارك وتعالى، هو شهر الجوائز والفرص، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا في هذا الشهر الكريم من الصديقين والشهداء. اللهم ألهمنا معرفة شهر رمضان، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيما يرضيك، ووفقنا إلى محبتك ورضاك. نسألك يا ربنا أن تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم، وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي رمضان رقاب يعتقها عفوك، فاجعل رقابنا من هذه الرقاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين. أيها الأحبة الكرام، فرغ المصلون هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها من أداء ركعتي السنة. الآن يقام للصلاة صلاة الفجر، والتي يأمنا فيها فضيلة إمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها الشيخ عبد الله محمد عزب.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى نور وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. استقيموا واعتدلوا، تراصوا تراحموا، حاذوا المناكب والأقدام، وصلوا صلاة مودع أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا من البلاء شر ما قضيت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك ومرضاتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، واكتبنا من عتقائك من النار.
واجعلنا من المقبولين واجعلنا من المرحومين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. جازهم عنا خير الجزاء واجمعنا بهم يا ربنا مع خير الأنبياء. اللهم اكتب لنا جميعا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام وزيارة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الختام. اللهم أقرئ حبيبك منا الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر. أحبة الكرام، هكذا نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما تبقى من شهر رمضان لما فيه خير وصلاح أمرنا. فيما تبقى من رمضان توجهوا إلى الحق تبارك وتعالى واسألوه لكم ولأهلكم ولأصحابكم ولأهل مصر، واسألوه أن يحفظ مصر من كل سوء. أيها الأحبة الكرام، نتذكر هنا دعاء السيدة زينب رضي الله عنها لمصر: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هكذا أيها الإخوة نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر.
كان معنا قارئا الشيخ محمد أحمد بسيوني ومبتهلا الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وأمنا في صلاة الفجر الشيخ عبد الله محمد عزب إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، من غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشياتي، لبيب عبد الهادي، شوقي عبد السميع وسيد رجب، من أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. وتقبلوا تحيات محدثكم عبد الرحمن البسيوني. الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك الأغر من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم الاثنين 26 من شهر رمضان المبارك لعام 1439 للهجرة، والموافق 11 من شهر يونيو لعام 2018 للميلاد.